تكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقى فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى
الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أنا كتبت بحث يعني أكثر من حوالي 20 أو 25 ورقة. كويس. وثبت يعني بالوجه القطعي إنه يعني شاذ. شاذ. أي نعم. ولكن أردت أن أنشره في مجلة ولكن خفت يعني ونصحت أن لا أنشر لأنه الرواية في صحيح مسلم. فقالوا يعني. وعرضت على بعض المشايخ حقيقة ولكن أيضا نصحوني أن لا أنشر فقلت أريد أن يعني أستشير الشيخ إذا كان عندكم ما أريد أن أصحوني فما أستنصح يعني هل لكم كلام أريد أن أطلع عليه يعني لكم في كتاب معين طبعا أنا هذه زيادة وضعتها في شرح الأحاديث الضعيفة ولكن ما لكن طبعا وين يعني نشر 4 نعم ونساء امامك 8 انا جمعت طرق وجمعت من مجلدات من روايه اسماعيل بن جعفر يخالف روايه الامام مالك يخالف روايه الامام مالك حتى اسماعيل بن جعفر يخالف روايه نفسه يعني مختلف فيها انا قلت لكم يعني نطلع عليها والله هي بس ما قلت لك يعني موجودة في السلسلة بس وين بقى ما أدري يلا بسم الله